كان ليش أنا بعدني متردد وخايف؟ إبراهيم؟ آه يابا. شو مانو خطف لونك؟ يا هيك نسوان يا بلا. قبل ما أنسى يا سميح، بكرة الصبح بدك تروح تجيب الشباب الجدد اللي راح ينضمونا. خليل، بدي إياك أنت وأحمد هون. واحد منهم كان شرطه أنه يقوم أول عملية استشهادية. لكن قال له خيه مش بحاجة إله. كيف مش بحاجة إله؟ ما العمليات الاستشهادية بالقرعة ولا فيها خير وفقوس؟ فيش حدا أحسن من حدا. اللي بتطلع له القرعة بيكون له شرف الشهادة. والله ما حدا رايح يفرح فيها قبلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من زمان اعطيني ابره سريع عليك النبي اعطيني ابره حاس حالي بدي اموت اعطيني ابره ما ضلش عندي ابر لا في بس انا ما عرفتش الاقيها انت لازم تموت يا خلدون لازم تموت لاني عرفت حقيقتك انسي انسي انه عرفت اي شيء انسي واعطيني ابره اذا قلت لك انه خلص من عندي كل اشي اذا خلص كل اشي عندك فرغي مسدسك براسي فرغي براسي فرغي فرغي براسي انسي اني عرفت كل اشي انا ولا كاني عرفت اشي مش ذنبك اني طلعت اهبل واعمى هذا نصيبك مني اعطيني ابره اعطيني ابره يعني فكرك فرقت مع هاي انك طلع في اسرائيلية؟ هياتو حازم طلع اسمه حاين وهياتني لساتني بتعامل معه وبخدمه انت مش راح اخذ منك ابوس ايديك يا ابري ابري ابوس ايديك ابوس اجريك يا ابري ابوس اجريك يا ابري ابري مشان الله مشان الله ابري مشان الله ابري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله يعني فكرك فرقت مع هاي انك طلع في إسرائيلية هياتو حازم طلع اسمه حاين وهياتني لساتني بتعامل معه وبخدمه انت مش راح اخذ منك ابوس ايديك يا ابري ابري ابوس ايديك ابوس اجريك يا ابري كيفك يابا؟ الحمد لله طمنوني ايش صار معكم؟ الحمد لله اول عمليه نجحت
باقي ثلاث عمليات. ايه ثلاث عمليات؟ اخوك وينه يا بنتي؟ راح عند رفقاته. انا فايت اجهز العشاء. انا اسمحي لي بعد عمي لازم اروح. لا والله ما بصير الا تتعشى. بدك تتعشى وتسهر كمان. خلص زي ما انت عاوزة. باذنك غير قوي. يلا يوم يلا. طمني عمي حسن، كيف صحتك؟ الحمد لله من الله منيح، ومن اليهود لا. مكانش لازم تفتش بين اغراضي يا خلدون. انت اللي حكمت على حالك بالموت. كنت قتلتيني، كنت قتلتيني وانا نايم. بس انت بتحبيني، واللي بيحب ما بيقتل. اللي بيحب هو اللي بيقتل. بس انا لو ملكوني الدنيا ما بمس شعره من راسك. هذا الكلام ما عاد يفيد يا خلدون. بعد اللي عرفته عني بقدرش اخليك عايش. بس انت بالنسبة لي عبير اللي لمتني من الشارع، عبير اللي بتخاف علي وبتعاملني زي ابنها، عبير اللي خايفة يقتلوا ابوها. اذا اكتشفوا انك عرفت حقيقتي رايحين يعدموني. هذا اذا قلتي لهم. خلينا مثل ما احنا يا راحيل، وانا رايح امشي بالمهمة للاخير. مش رايح اجيب لكم بس ابو ابراهيم، رايح اجيب لكم خلية الشهيد كلها. حابة اسدك بس خايفة. أنا إيش اللي بيهمني من هالدنيا يا راحيل غير إنك تحبيني ونضل مع بعض ولعب بالفلوس لعب وأخذ الإبرة اللي تطيرني لفوق؟ وهذا بتحققش إلا إذا ضلينا مع بعض. حدا بيخرب عشه بإيده؟ بقدرش يا خلدون. يعني أنت فكرك أنا مش كنت حاسس؟ حاسس بإيش؟ إنك عمالك تشتغلي لصالحهم، لصالح إسرائيل. كيف؟ ليش حايم لا يخبرك ايش بده مني وانت تخبريني؟ مين صاحب العلاقة انا ولا انت؟ يبدو لي انه مل من الروحة والجاية لهيك وكلك لك بالمهمة. هو قال لي اي اشي بدي اياه بخبر فيه راحيل. بعدين ايش هالصدفة تلاقيني مرمي بالشارع انت وابن عمك وتاخذيني على البيت ويكون عندك ابرة مخدرات تعطيني اياها وارتاح عليها؟ بعدين وينه ابن عمك؟ ليش ما عاد شفته؟ مش لانه عنصر من عناصركو وانتهت مهمته؟ سألتك يوم انه انا شاكك فيكي، تغيرت معاملتي الك. انا ايش بدي بهالدنيا غير نكون مع بعض واعيش معكي احسن عيشة؟ خليني اروح، اروح دار اهلي، انام عندهم، ومن بكرة الصبح بشوف سامي وعبد القادر وخليهم يجمعوني بامجد سويد. بس عملي لي فنجان قهوة لانه راسي بعده بيوجعني. انه بوش وعوينيه مش عارف ايش اللي بيحصل والعمايل اللي بيعملوها بالضفة الغربية وبيغزة. اوكو تفكروا انه البيت الابيض نايم. اذا العالم داير ظهره إلنا نحن لازم نلفت نظره إلنا، لازم نقله تعا شوف ايش اللي عم يصير عنا، وانه في شعب عم يندبح عيني عينك. لازم نقول له تعا شوف المذابح اللي عم تصير والتشريد اللي عم يصير والبيوت اللي عم تنهدم والناس اللي عم تتشرد والكرامات اللي عم تندعس ببواط عسكرهم. وزي ما انهزت امريكا بالهجوم على ابراج نيويورك وعلى البنتاغون، احنا لازم نهز اسرائيل ونزلزل الارض تحتها.
ايش يا خلدون؟ حابب تكون واحد من الشهداء؟ بكير يا خلدون، لما يجي الوقت راح نستدعيك. خلي الموضوع بيني وبينك. بقدرش اتحمل المسؤولية، لأنهم إذا اكتشفوا إنك عرفت حقيقتي رايحين يعدموني ويعدموك. مش رايحين يعرفوا إشي، لأنه لا أنت رح تقولي ولا أنا. كلمتين ورد غطاهم. أنا لا بقدر أستغني عنك ولا عن المخدرات، وأنت بتملكي هدول الاثنين، وبصراحة أنا مستعد أعمل أي شيء كرمال أحافظ عليهم. رحيل، بدي أسألك وتجاوبيني بصراحة، أنت حبيتيني زي ما أنا حبيتك ولا كان تمثيل؟ ايش رايك؟ طبعا كان تمثيل عشان توصلي اللي بدك اياه. وانت بعد ما عرفت حقيقتي بعدك بتحبني؟ ما انت صرتي جواتي، كيف ما بدي احبك؟ بس انت فلسطيني، انا هلا اسرائيلية. القلب يا مخلوقة ما بيفرق بين جنسية وتانية. طلعي بعيوني شوفي بيكذبوا عليكي. ما جاوبتيني، نسيت سؤالك. حبيتيني زي ما حبيتك ولا كان تمثيل؟ خلاص عرفت جوابك. أنا بدي أروح حضار أهلي. تروحش، خليك هون. بكرة الصبح بتروح. العافية يا أمه. أهلين يا بني. زهقان يما واشتيق اتمشى شوي. يما هلك فتت عالدار اسا؟ يمكن اروح لعند فؤاد. بدك تتمشى ولا تروح عند فؤاد؟ مالك يا خالد؟ وشك مش عاجبني، كأنه في اشي زعجك. كل اللي عم يصير بشعبنا يما شيري انزعج. معك حق. ايش طالع بايدنا يما؟ لا يما لا، طالع طالع بايدنا. خالد، اياك تفكر تلتحق بالمقاومة. هما قبلي يما وانا قلت لا. لوش صباح الخير يما. الله معك.
خيطة. مساء النور ابو النعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السمحر لي يا زلمة تطرق كل هالمشوار عشان السم الهاري. مشروبي هذا السم الهاري تحلاش القعدة بدونه. يعني سكرجي وفدائي مش فايتة مخي هاي. انا سكرجي يا ابن دار حاسب على كلامك وفتح عينك. انا زلمة صاحب مزاج بعدين حراج على ابن مرة بهالدنيا كلياتها شافني بيوم من الايام ان انا سكران. بعدين كل وقت الودانو يا اخوي. هسا وقت يكون في عنا اجتماع ولا يكون في عنا عملية بشرب. ما بشربش لا بشرب وبحمي حالي وبتلاقيني مثل السبع. سبع مرات. ايش بدي اقول لك يا عمي كاسه. مرحبا. اهلين. بقدر بشرب كاس معك؟ اتفضل. بس ما تكونش مستني حد. لا فيش حدا مستني. اسمح لي اقدم لك المشروب على حسابي. ممكن اتعرف عليك؟ انا اسمي احمد دياب. صفضة. عايش بالقدس الشرقية. وأنا ولدان بالقدس وعايش كل عمري فيها. اسمي خالد كنعان. معناها طلعنا قرايب. إذا كنا فلسطينيين زي بعض أكيد قرايب. إيش بتشتغل حضرتك؟ طبيب. طبيب؟ ممتاز. أنا بشتغل بالتجارة أعمال حرة. منيح. كيف الشغل؟ يعني مش كتير يا سيدي. ما هو الحال من بعضه. اسمع دكتور، هي تاني مرة بشوفك هان. مش عارف ليش قلبي انفتح لك وحبيت أتعرف عليك. يا ترى على إيش ناوي يا سام؟ أنا اللي إلي الشرف أتعرف عليك. بصحتك. قلت لي حضرتك من بيت كنعان؟ ايش بتقرب لك البنت اللي انقتلت قبل فترة؟ تكون اختي. اختك؟ الامر لك. انعرف اللي قتلها؟ لا للأسف. الله يخرب بيوتهم. إن عدمت الرحمة بقلوب الناس. ليش اللي قتلها من الناس؟ أكيد مش من الناس. يا ريت بس قتلها. اعتدى عليها ما هيك؟ سمعت انكم ثلاثة اخوة. اخ لو وقع القاتل بين ايديكم كنت خزقته بسناني. وين بده يروح الا ما ينكمش؟ الله كبير مش هيك دكتور؟ الله كبير باذنك.
أنا آسف دكتور، ما كانش قصدي أفتق لك جروحك. فتقتها ومش الحال. لسه مش قادر ينسى. كان لازم اقتلك وانت قاعد على الكرسي، بس جوبنت جوبنت. حركوا صرتك قريبة يا ابن الدعشرة، نشوف هالمرة حظك رح يفيدك مثل كل مرة. يلا أنا مش جاسوس، أنا مش جاسوس يا خيا. يلا أنا مش جاسوس، أنا مش جاسوس يا خيا. شو مالك يا خليل؟ ليش عم تنفخ؟ هاي شغلة الحزام مش فايتة لراسي. معقول يكون حطوا أمانة عند شي حدا؟ ساخي هيك إشي بنحطش أمانة عند حدا، صحيح؟ ما حدش بيقدر يجاوب على السؤال، لأنه اللي بيجاوب عليه استشهد. الله يرحمه ويحسن إيديه. ليش؟ ما أنا فتشت بيت لجوجوس الله يرحمه. شايفة شايفة وزاوية زاوية. تقولوا الأرض انشقته بلعته. أنا معقول أتهم واحد مثل جرجس بالسرقة بعد ما استشهد؟ كان لازم أضل ساكت. أنت أهبل يا إبراهيم، بس خلص يابا، رايح أخليك تعرف مين اللي سرق الحزام. هاي هاي تفضلوا شباب. شباب السلام عليكم. وعليكم السلام. هاي شباب. شباب. اهلا بالشباب. اهلا مرحبا. اهلا وسهلا. خلدون انا شرحت لك وضعي، اذا خنت صحيح رايحين يعدموني، بس كمان انت واهلك رايحين تلحقوني. بعرف. يعني انا رايح اثبت لك ان الشغل معاكي احسن من الشغل معاهم. ما
مع أنه أنتم بالأخير واحد. الفرق أنه أنا وياك منحب بعض. آه ذكرتيني على ذكر الحب. بس نخلص من خلية الشهيد، الواحد منا يروح بحال سبيله. أحكي عن حالك، تحكيش عني. صحيح فيش مهمات جديدة يكلفوك فيها، بس أنا مش رايحة أتركك، أنت بتعرف السبب. ما بتتأخر على المدرسة يا ما بتجيش. أنا بكرة مش رح أجي كمان على المدرسة، ويمكن ما أرجعش على المدرسة أبدا. إيش عم تقول؟ ليش رايح تترك المدرسة؟ مش قصدي أتركها أتركها، يعني يمكن قصدي رايح أتعلم صنعة. لا يا إبراهيم غلط، أنت أسا صغير على الشغل، خد الشهادة وعمل اللي بدك إياه. ليش الشهادة بتطعم خبز؟ أنا سمعتهم عم بيقولوا إنه الصنعة أحسن من الشهادة بمئة مرة. أنت إيش ناوي تعمل؟ وليش يمكن مش رايح تيجي على المدرسة؟ قولي الحقيقة، مش رايحة أخبر حدا. الحقيقة إني إجيت اليوم خصوصاً لأودعك، لأنه يمكن ما تشوفينيش مرة تانية. على إيش ناوية مجنون؟ أكيد في مغامرة مجنونة ناوي تعملها. لا مجنونة ولا إشي، الواحد لازم يعمل اللي عليه والباقي على الله. أشوف الشيء بخير. مش رايحة أتركك إلا لتقولي الحقيقة. بخاطرك والله معك، ديري بالك على حالك. إذا ما قلت ليش على إيش ناوي، رايحة أدور على بيتك وأخبر أبوك. إذا كنت بتعزيني بتجيبيش سيرة على اللي حكيناه، ولا مانيش معزة عندك. أنا رايحة أزور المقبرة، تيجي معاي؟ بقدرش، أنا آسف. شغله هون مش هتأملني؟ ايش في؟ مش قادر احكي بصوت واطي، وبديش جنس مخلوق يسمعني. اف 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 اف، ولك امبارح كل الليل مش نايم، حتى الشغل بالمستشفى مش قادر اشتغل. ايه صاير معك؟ الخامس فيهم لازم يموت، واليوم قبل بكره. بين؟ اه بين، بس مش قادر اوصل له. خلاص انت قول لي هذا هو واترك الباقي علي. ولك مش قادر اوصل له لحالي، سام معاه ثلاثة حراس زي الحيط يا زلمة، وين ما راح وين ما اجى مرافقينه، وغير هيك معاهم سلاح. معناته لازم اصبر عليه؟ ولك مش قادر اصبر، مش قادر يا فؤاد. امبارح ضربت النار لراسي ولصدري، ولك كنت راح اقتله قدامهم، بس في اشي منعني. عقلك هو اللي منعك يا خالد، اياك تتهور، اياك. عشان هيك انا جايبك لهون، يبدو اني بحاجتك. ما قلت لك الحكي من زمان يا خالد. يعني انت جاهز يا فؤاد؟ ايش مكان التمن؟ بفديك بروحي، اتفقنا؟ خلص، بس في اشي مهم لازم تسمعني منيح، الغلطة بكفرة. مش راح يكون في غلط، ايش المطلوب مني؟ ارحمي رب العباد. ويصب القلب وجعي فوق وجعي زاد.
شايسة دمعي ما عم يستريح دمعي ما عم يستريح دمعي ما عم يستريح. لن يبقى واحد منهم على أرض إسرائيل وغدا أذكره. لا داعي لأن تذكرني، فأنا واثق من ذلك. طالما أن شارون قال واحد منا مقابل 50 منهم فهم منتهون لا محالة، يراهنون على رجال المقاومة، وها هم رجال المقاومة يغتالون تبعا. كان من الصعب الوصول إليهم، فكيف يصطادونهم الآن؟ إنه جهاز المخابرات أيها الزكي، الجهاز الأقوى في العالم. يبدو أنها سمعت ما كنا نقوله. وأن يكن، ألم ترى كيف نظرت إلينا؟ ألم ترى كم هي جميلة؟ أرى كم هي صغيرة. لأنك أحمق، يجب أن تدفع ثمن نظرات احتقارها لنا. أراك عند ديمتري. إلى أين؟ أقول لك مرحبا. بتوصيني اشي؟ ايش يما؟ السماحمي تحتك. يما قلت لك عندي شغل. الله يلعن ابو الشغل، قعد لك شويه ليجي اختك. خلاص الليله بشوفهن وبسهر معاهن بخاطرك. الله معك. قتلوا اخواني الاثنين اللي اكبر مني وانا مش اقل منهم. وكم أخ عندك إسا؟ أنا الوحيد على أربع بنات. صحيح كنت بتعرف الشهيد محمد الدرة؟ إلا بعرفه، كنا رفقات وجيران الباب على الباب، ورفقات بسلاح كمان. رفقات بسلاح؟ قصدي رفقات برمي الحجارة على أولاد الكلب الصهاينة. شايف إنه بعدك صغير على حمل الرشاش؟ إيش اللي بتقوله يابا؟ كمان أكبر مني بخمس سنين ويمكن أكتر، ولا ايش يا كمان؟ عمي ابو ابراهيم، اذا شايفني لساتني صغير على حمل السلاح، انا من بكره بحزم حالي بحزام ناسف وفجر حالي بولادي الكلب الاسرائيلي الصهاينه. ايش عمي ابو ابراهيم، رح تقبلوني معاكم؟ طبعا رح يقبلوك. ليش احنا في عنا واحد اشجع منك؟ من اسه اعتبر نفسك واحد منا يا سيدي، واهم واحد فينا. بيدي رح يبقى السلام.
صخرا فوق صدري طول ما سكينك بنحري. ايه قذيفة هدت بيتي، قذيفة هدت بيت جيراني. اولادك صار لهم اشي؟ اثنين مات. مهما حيطوا لحظي لالك صر بنت ربت لمالك داحت هنا ويهدى بالك كم مرق مثل الكرة كم مرق مثل الكرة. كانوا بصبوا علينا بالعبري، فاكريني مش فاهمة عليهم. او بعدين شافوني زورتهم، قام واحد منهم يحلي لهم. وليش لا تزوريهم؟ فاعملي حالك مش سامعة. ايش كانوا بيقولوا؟ انهم بيغتالوا رجال المقاومة، واحد منهم 50 منا، ومخابراتهم اقوى مخابرات بالعالم. او بعدين ضل لحقني من المقبرة لهون. وانت ليش رحتي على المقبرة؟ بعد ما طلعت من المدرسة رحت اقرا الفاتحة على قبر اختي امل. صاحبة واجب والله. المهم هو لحقني لهون وعرف بيتنا، بلكي بكره استناني قدام الدار. لا بظنش، هذا واحد زعوري وراح بحال سبيله. كل الاحوال بكره انا بوديك المدرسه وانا رايح على المستشفى، واذا شفناه بالطريق بس اشري لي عليه وانا رايح اورجيه قيمته. وبعد ما اطلع من المدرسه ولك مالك لهالدرجه خايفه منه؟ انت بتعرف. خلص يما خلص، اليوم وطالع انا باخذها على المدرسه وانا اللي بجيبها. كيفك سامي؟ اهلين خيّة، شو وضعت لقيت حالك هون؟ مريت لعندكو عالدار، قلت لي أمك إنك رجعت تشتغل ويا أخوك. إيه أحسن ما أقعد عطال بطال، بعدين عبد القادر رجع معمل بسكوت، ما صفي غير أنت ما رجعت على المصبغة. والله يا خيّة أنا حالتي بالويل. لا سيدي حالتك مش بالويل. بصراحة إنزلمي ناقص. ما تزعلش مني، بس اللي ببيع رفقات عمره ما بورجين وشه بكون زلمي ناقص. أنا بعترف إني محقوق لكم، بس كل واحد بهالدنيا في له ظروفه. ما تلي ظروف، أنت بصراحة يا خلدون بعتنا كرمال مرة وما رجعت لهون إلا بعد ما طرتها. خي يا سامي أنا مش ناقصك، اللي فيني مكفيني. ها خير؟ أهلك صار لهم إشي؟ مش أهلي ولا أهلنا. أهلنا؟ ليش اللي بالضفة وبالقطاع مش أهلنا؟ واللي قاعد بيصير فيهم قليل هذا؟ خير خي، شايف الوطنية عم تشرشر منك شرشرة. من إمتى؟ من حوالي شهر، من أول ما بلشوا يخصفوا المدن ويحتلوها. عم تحكي جد؟ تقوليش إنك مش مهتم اللي قاعد بيصير. خي أنا مهتم، بس مش طالب الإيد إشي. هياتني جيت لعندكم لشوف إيش بيطلع بإيدنا. سبني أنت وعبد القادر قد ما بدكم، بس أنا محتاج لكم يا خي. خير خي؟ لا هي بدها قاعدة معاك ومع عبد القادر. عبد القادر بدي يمروا لعندي لهون مشان نطلع نتغدى برا. لن يستطيع أن يفعل شيئا، نحن نعرف أمثالها، وإلا لما كان اختيارنا قد وقع عليه. وماذا لو ثارت في نفسه مسألة أنه فلسطيني وأن من نغتالهم هم أهل؟ ليس خلدون، أنت أيضا خبرتي عن قرب وتستطيع أن تقدري ذلك. لا أخفي عنك أني لمست أنه غير قادر على أن يتخطى حاجته إليه وإلي على وجه الخصوص. استمري كما أنت عليه الآن وكأن شيئا لم يحدث، واعملي على أن يظل خائفا منك بالقدر الذي يحبك منه. أما إن تقاعس أو تهرب مما طلبته منه فسأحيل بيته بمن فيه إلى كتلة دهب. لن يهرب وسنحظى بما نريده منه. على أي حال عندما نتمكن من خلية الشهيد وزعيمها لن تكون لنا حاجة به، وسيكون قد استهلك تماما وصار من الواجب قتله. نبضك يا امي عايش بدمي، نبضك يا امي عايش بدمي، طعم المرار طعم المرار عالقم بتمي. آه 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 آه
حد خلفي لي أخ. يعني بتقدر تقول بعد 5 شهور بإذن الله. 5 شهور بصير عندي أخ؟ هادي حلوة، حبيتها منك. يعني الواحد مين له سند بالدنيا غير أخته أو أخوه؟ بكرة لما تكبروا وتصيروا شباب، أنت وهو وأنا وأبوك رايحين نموت، مش حتلاقوا غير بعض يما. بعيد الشر عنك وعن أبوي ياما، تقوليش هيك بعدين بزعل منك. إن شاء الله الإسرائيليين هم اللي يموتوا وأنا اللي رايح أموتهم كرمالك يا. بتبطلش العادي؟ بتطلع بدون ما تقولي وين رايح؟ يعني وين بدي أروح؟ كنت عند رفيقي سليم. طيب قل لي، مش أفقدك ما ألاقيك؟ مش دايماً بتقولي إني صرت رجال؟ معقول رجال وأسألك على الطالعة والنازلة؟ وإنت بتصدق كل إشي بحكي لك يا؟ لك وسيد رجال كمان، تعال أقعد أشوف. ما قلت لي إيش رأيك بالشباب الثلاثة؟ مليانين حماس وباينتهم متدربين منيح. وارتحت لهم مثل ما ارتحت لشبابنا؟ آه، بس في واحد منهم بده يتعبكم، باين إنه رأيه من راسه وما بظنش يسمع كلامك كله.